مش عاوزة تجاوبي على سؤالي إستر. جيفاريت قهروني أنا. سيرينا إستر، سيرينا سيرينا، أنا مش عاوزة أكتب عليكي، وأنا عاوزة الحقيقة. أنا بحب ديفيد، بحبه حقيقي. وهو بيحبك؟ طب ازاي يا سيد نديم؟ الناس ازاي وهي بتحب واحد تاني؟ تنسيت انها بتحب ديفيد شارلي سمعون؟ مش رأفت الهجان؟ مش لاقي رد إستر. ساعات بحس انه بيحبني فعلا. ديفيد طيب، حنون، دافي، رقيق، لكن احيانا بحس انه مش فاضي للحب. كان لازم تفهمي ده من الاول. افهم ايه سيرينا؟ اللي زي ديفيد سامحون عاشوا حياه صعبه جدا. اللي زي ديفيد ضيعوا حياتهم وشبابهم في الدفاع عن القضيه. جزء كبير من حياتهم راح في السجون او الاختفاء من البوليس او مطارده الاخرين. عملوا كل حاجه للوطن وما عملوش حاجه لنفسهم. عشان كده لما بيرجعوا للحياه الطبيعيه بيبقى عندهم احساس دفين بالظلم. يمكن لان المجتمع اللي حاربوا علشانه ما ادهمش اللي كانوا منتظرينه منه، ويمكن لان اللي زيهم ولا حربوش ولا نضلوش امنوا حياتهم ومستقبلهم. عشان كده بيبقى احساسهم في تعويض اللي فاتهم اهم كتير من العواطف. بيتهيألي ان ده من حقه. وبعضهم بيحس ان العواطف ممكن تعطلهم. وما تنسيش ان ديفيد جاي من مجتمع مصري. يعني ايه؟ انت اتولدتي هنا ولا في بولندا؟ انا اتولدت في بولندا لكن رجعت اسرائيل وانا صغيره. قدرتي تتخلصي من عادات المجتمع البولندي؟ بالعكس، انا بتهيالي اننا تمسكنا بالعادات دي اكتر لما رجعنا اسرائيل. ليه ديفيد ما يبقاش زيك؟ يعني ايه؟ ديفيد مصري. ديفيد اسرائيلي اولا لكن جاي من مجتمع شرقي. لاحظي انك متجوزه. هو دايما بيقول كده.